سي بي سي هيماتولوجي اناليزر، هو احنا بنسميه سي بي سي كاونتر، سي بي سي اناليزر او هيماتولوجي اناليزر، ولا اسامي كتير قوي. ولكن هو في النهايه جهاز اللي بيعد الدم اوتوماتيك، اوتوماتيك سيل كاونتر، ولكن بيربطوه اكتر بالهيماتولوجي فهو اوتوماتيك هيماتولوجي اناليزر. ولكن هو بالعربي جهاز عد الدم الاوتوماتيكي. يعني جهاز عد الدم الاوتوماتيك هو ده، هو عباره عن طبعا كمبيوترايز هايلي سبيشاليزد ايكويبمنت فور سيستم، بمعنى ان هو جهاز مرتبط فيه كمبيوتر، الكمبيوتر ده هو اللي بيقوم بكل الحسابات اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. وظيفته طبعا زي ما احنا قلنا هو سيل كاونتر اوتوماتيك، ولكن هو بيركز على اللي احنا بيهمنا وهو خلايا الدم. الثلاث انواع، الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز والبليتليت، ثلاث انواع. بالاضافه لكده كمان بيعمل ميجرمنت للهيموجلوبين. فدي كل الوظائف الاساسيه، الحاجات اللي احنا كنا بنعملها مانوال هو بيقدر يعملها. احنا كنا بنعد مانوال، هو بيشيل لك كل العد، او بيعمل عد الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز، وكمان بيعمل ديفرنشال كاونت، وكمان بيعد البليتليت. وحتى اللي كنا بنعمله كيميكال اللي هو الهيموجلوبين ميجرمنت بالدرابكن سوليوشن، هو برضو كمان بيقدر يعمله. ولكن الفكره بقى ازاي هو الجهاز ده بيعملها، الميكانيزم، وكمان ازاي نقيم النتائج اللي هو بيعملها. احنا لما بنيجي نعد في المانوال بيبقى عندنا حاجات كتير، بمعنى لو جينا عدينا الريد بلاد سيلز في ديليمنت مخصوص للريد بلاد سيلز، وما بنيجي نعمل للوايت بلاد سيلز في ديليمنت مخصوص للوايت بلاد سيلز، ما بنيجي نعد البليتليت في ديليمنت مخصوص للبليتليت، وما بنيجي نعمل الهيموجلوبين في كيتس مخصوصه للهيموجلوبين. فهل الجهاز بيستخدم كل الديليمنت دي؟ وهل هو بيشتغل بالفكر بتاع المانوال؟ لا طبعا. واحنا ما بنيجي نشوف الجهاز بنلاقي الجهاز عنده محلولين اثنين فقط، محلول اسمه ديليمنت والمحلول الثاني اسمه لايت او ليتك سوليوشن، يعني محلولين اثنين بس، بيقدر يقوم بكل الحاجات اللي احنا كنا بنعملها مانوال. طيب طبعا زي ما قلنا هو كمان بيعمل كالكوليشن للانديسز كلها، لان زي ما قلنا هو كمبيوترايزد، فبيقدر يعمل كل الكالكوليشن اللي احنا كنا بنعملها، اللي هي الام سي جي الام سي اتش وهكذا كلها طبعا بيحسبها. طيب انواع الاجهزه في السي بي سي او الاوتوماتيك سيل كاونتر، انواع بمعنى ايه؟ اللي هي الميكانيزم بتاعت العد الانساني. الاجهزه اللي بتعد خلايا الدم بنقسمها نوعين على حسب التقنيه اللي هو بيستخدمها في طريقه العمل. في تقنيه بنسميها الامبيدنس كاونتر، ونوع تاني اللي هو الليزر كاونتر. فدي تقنيه ودي تقنيه، وده سعر وده سعر. الامبيدنس ده رخيص اللي هو ب 50,000 و 60,000 لحد 100,000 وهكذا، انما الليزر لا، ده سعره معدي اكتر من كده، لان زي ما هنشوف هو طبعا بيعتمد على الليزر زي في الفلوس الكوميتر. جهاز الفلوس الكوميتر عندنا هي اوريدي في المعمل المركزي، هو بيشتغل بالليزر، عشان كده هو جهاز غير. عشان كده برضو احنا انا مش هشرحه خالص، هو احنا اوريدي الفلوس الكوميتر بنشرحه في الترم الثاني، وعندنا في جزء في الكتاب، فاحنا بنشرحه في العملي، فانا مش هكرر الشرح بتاعه يعني، وهو حتى مش افيلابل عندنا. ولكن احنا هنتكلم على الامبيدنس كاونتر اللي هو اوريدي موجود عندنا، عشان يبقى لما بنيجي نشرح العمل بتاعنا يبقى واقع على الجهاز اللي هو موجود. فكل الاجهزه زي ما قلنا اللي منتشره في السوق كلها وفي المعامل بتبقى الامبيدنس كاونتر. فكره الامبيدنس كاونتر بتعتمد على عمليه الالكتريك كارنت او التيار الكهربي، بمعنى ان احنا بنوصل التيار الكهربي اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف، منطقتين كده بنوصل ما بينهم الكهرباء، والكهرباء بتعدي من خلال الفتحه اللي هي موجوده ما بين المحلولين اللي هي في النص دي. فبالتالي التيار الكهرباء عشان يفضل شغال ماشي يبقى لازم الفتحه دي تبقى مفتوحه ما فيهاش حاجه، ولكن لو الخليه عدت فيها الخليه بتبقى ما بتوصلش التيار الكهرباء، عشان كده بنسميها بور الكتريكال كوندكتور. عشان كده لما بتيجي تعدي من الابريتشر دي، الفتحه احنا بنسميها ابريتشر، اما بتيجي تعدي من الفتحه فبتعمل ذبذبه في التيار الكهرباء اللي احنا بنسميها تشينج ان الكتريكال ريزيستنس از ات باس ذا ابريتش. وهي معديه ليه؟ احنا قلنا هو التيار الكهرباء عشان يفضل واصل يبقى المحلول والفتحه دي فاضيه عشان التيار يعدي من البوزيتيف للنيجاتيف. الخليه وهي معديه في الدايره ديت اللي هي ده الزون اللي بيعدي منه الكهرباء، لو الخليه جت في الزون ده بتعمل تشينج او ذبذبه في التيار الكهرباء،
لان هي ما بتوصلش تيار الكهرباء، عشان كده بتعمل تشينج او الذبذبه. الذبذبه دي او التشينج في الالكتريكال كارنت، الجهاز بياخدها بيعمل لها ديتكشن وكمان بيعمل لها امبليفيكيشن. زي ما احنا شايفين تحت كده هنا اللي هو الجزء الازرق ده الديتكتور الموجود داخل الجهاز اللي هو بيقيس التغير في الكهرباء اللي هي الموجات اللي هي موجوده قدامنا. كل خلايا تعدي يعمل موجه بالشكل ده كده، ده انديكيت ان في حاجه عدت وعملت تغير في التيار الكهربي. فعدد الذبذبات يديني عدد الخلايا، فبالتالي انا اقدر اعد الخلايا بكل سهوله. انا لو قدرت اعد الخلايا كلهم في صف واحد كده اقدر اعدهم بسهوله جدا، لان الجهاز هيقدر يكتشف كل خليه بتعدي طالما بتقدر تعمل ذبذبه لوحدها. عشان كده احنا بنعمل الابريتشر بتبقى نارو ابريتش، يعني فتح ضيق قوي بحيث ان هي ما دخلش خليتين مع بعض عشان ما يعدهمش كخليه واحده. انا بعمل ابريتشر ضيقه على حسب الدايمتر بتاعه الخلايا، فبالتالي لازم الخلايا تعدي واحده واحده. فبالتالي بيبدا الجهاز يرسمها كده زي ما احنا شايفين في صوره امبليفايد سيجنال. الحاجه الثانيه ان هو كمان الجهاز السيجنال اللي بتطلع فيه على حسب حجم الخليه، يعني كل ما تكون الخليه كبيره كل ما تكون السيجنال كبيره، كل ما تكون الخليه متوسطه تبقى السيجنال متوسطه، كل ما تكون الخليه صغيره تبقى السيجنال صغيره. وبالتالي كده يبقى الجهاز كمان عنده المقدره ان هو يعرف السايز ده الخليه، يبقى بيعيد الكاونت وكمان بيعرف السايز. ودي طبعا معلومات مهمه جدا، لان طبعا الخلايا بتاعه الدم بتختلف في السايز. انا عندي حجم الار بي سي غير البليتلت غير الوايت بلاد سيلز، فبالتالي الجهاز من خلال الفكره المبسطه دي يقدر فعلا يعمل ديتكشن لعدد الخلايا وكمان يقيس السايز بتاع الخلايا اللي احنا بنسميه الام سي بي، اللي هو متوسط حجم الخلايا. هو الجهاز بيقيس الاحجام كلها وبعد كده يجيب لك المتوسط اللي هو احنا بنسميه الام سي بي اللي احنا كنا بنجيبه طبعا ماثيماتيكال. فهنا الجهاز الفكره بتاعته بسيطه جدا اللي هي الامبيدنس، بمعنى ان انا بمير التيار الكهربي وماشي الخلايا في صف فتعمل لي تغير في التيار الكهربي وتقدر تقيس التغير ده، وبالتالي بتقدر تعد الخلايا بكل سهوله. ده فكره الامبيدنس. وبشكل كبير جدا بيقدر يعد الريستروسايت والبليتلت وكمان بيقيس السايز بتاعها، لانه طبعا البليتلت والريستروسايت الاثنين حجمهم مختلف جدا. ار بي سي 7 مايكرون، البليتلت 2 مايكرون، ففي فرق كبير جدا. عشان كده هو يقدر يعمل ديفرنشيشن ما بينهم، اقدر اعد الار بي سيز لوحدها واقدر اعد البليتلت لوحدها، لان انا بقدر اقيم كل واحد منهم. فسهل جدا بالنسبه لنا الريستروسايت والبليتلت، وعشان كده احنا بنعمل لكل واحد منهم فيجر لوحده وريزلت لوحده. هنشوف بقى الميكانيزم اللي احنا شرحناها ببساطه ديت في الفيديوهات، هتبين ازاي الخلايا بتعدي والجهاز بيعدها. ادي الاثنين الكترود، واحد نيجاتيف وواحد بوزيتيف. عشان يفضل التيار الكهربي ماشي يبقى لازم الفلويد يعدي من الفتحه دي. الخليه زي ما انتم شايفين بتعدي، كل ما تعدي تلاقي الضوء كده يعني بيزيد ويقل، ده معناه التردد في التيار الكهربي. زي ما انتم شايفين الامبالس اهي، كل ما خليه تعدي تلاقي تعمل امبالس تعمل امبالس، وكل امبالس بتديني عدد الخلايا اللي هي موجوده، والماجنتيود بتاعتها بتديني انديكيشن على السايز. ولكن الجهاز ما بيشتغلش بالبطء ده، الجهاز يعني انتوا لما بتيجوا تعدوا جوه الجهاز هو بيخلصها بسرعه كبيره جدا، لان هو يقدر زي ما احنا شايفين كده بيعمل ستريم من الخلايا. الخلايا كلها بتجري زي ما انتم شايفين كده، بنعمل دايليوشن للسيلز وبعد كده بنعمل ستريم، يعني الخلايا بتمشي بسرعه كبيره جدا والجهاز بيقدر يقيسها بسرعه كبيره جدا. عشان كده هو عمليه الكاونت على الاوتوماتيك كاونتر تقدر تعدل لك الخلايا كلها في وقت قصير جدا، ما تجيش حتى عمليه الهيموجلوبين بره. فدي الفكره الاساسيه. وهو الراجل اللي اخترع الجهاز ده بنسميه كولتر، اول ما اخترعه، والمخترع من سنه كام بقى؟ 49، يعني حاجه كده من زمن الزمن. فالجهاز موجود من زمان جدا. يعني فكره الامبيدنس ان احنا بنعمل بريشر عشان نعمل الاسترين ده، فبنعمل بريشر مليمتين من هنا ومن هنا كده، بحيث ان هو بيبتدي يسحب الخلايا اللي هو من الجنب هنا ومن الجنب هنا. ده بيعمل بريشر بحيث ان هو بيعمل ضغط عشان تسحب الخلايا، والخلايا بنلاقيها واحده واحده زي ما احنا شايفين هنا ماشيه واحده واحده عشان الابريتشر صغيره ما تقدرش تمشي اتنين مع بعض. وزي ما احنا شايفين بيبتدي يرسم الامبالس
على حسب عدد الخلايا اللي هي معدية. وبعد كده بيعمل ديفرنشيشن بقى، بمعنى ان الامبالس الصغيرة هو بيتعرف عليها ان دي بليتلت وبتدي يجمعها في منطقة واحدة اللي هي الخضرة دي، والخلايا الكبيرة بيبتدي يتعرف عليها ان دي ريزوسايت ويبتدي يجمعها في حتة واحدة، بحيث ان هو يقدر في النهاية يقول لك والله الحجم اللي هو من 2 مايكرون اللي هي 4 مايكرون ده اللي هي البليتلت انا مجمعهم مع بعضهم في رسمة واحدة. كمان اللي هم الريد بلاد سيلز اللي هي 7 مايكرون انا جمعتها في مكان واحد وبطلعها لك كنتيجة واحدة. مش بيطلع لك السايز بقى انت تقعد تنقي مين هم الار بي سيز ومين هم البليتلت، لا ده هو اوريدي احنا قلنا ان هو هايلي كومبيوترايزد، انا في كمبيوتر هو بيعمل على طول ريكوردنج وبيعمل اناليسيز على طول مباشره. فبيعمل اناليسيز بيعد الامبالسز اللي تطلع على حسب عدد الخلايا المعديه، وبعد كده يبتدي يفرز بقى الامبالسز دي، مين الصغير منها يوديه تبع البليتلت، مين الكبير منها يوديه تبع الريد بلاد سيلز. عشان كده احنا قلنا هو عنده القدره ان هو يعمل ديفرنشيشن ما بين الخلايا عن طريق السايز بقى، لان السايز بيدي ديفرنت امبليتيود للامبلس، يعني امبلس ده حاجه مختلفه، فبالتالي بيقدر يفصل كده الخلايا عن بعضها ويدينا الشكل اللي احنا شايفينه اللي هو الظريف ده. احنا عشان نعمل الموضوع ده فبنعمل تخفيف للفلويد طبعا اللي هو الديلوانت الموجود عندي ده عن جنب الجهاز، بعمل تخفيف للدم طبعا لان ما ينفعش الدم يخش كونسنتريتد عشان ما يتحشرش، فبعمل له دايليوشن وبعد كده ببتدي امرره في الامبلانس زي ما احنا قلنا، بيعدي من الابريتشر زي ما احنا شايفين وبيعدي اليمة التانية نتيجة للبريشر اللي انا بعمله، فالخلايا بتعدي في ستريم واحد اللي هو صف واحد زي ما احنا شايفين. ولكن انتم ملاحظين هنا كل الخلايا بتعدي سواء الريد بلاد سيلز او الوايت بلاد سيلز، هو طبعا زي ما قلنا بيبتدي الامبلسز الكتيره تعدي ورا بعضها كده وبعد كده هو بيبتدي يعدها، الحجم الصغير كله يجمعها مع بعض ويديني الرسمه بتاعه البليتي. نفس الحكايه بيجيب كل الامبلسز اللي هي الكبيره كلها ويبتدي يجمعها مع بعضها زي ما احنا شايفين الرسم الجديد اهوت على حسب الامبلسز المعديه ويجمعها مع بعضها، يبقى كل الامبلسز الكبيره دي عدد الريد بلاد سيلز وبيجي رسمها على طول مباشره. فبيدينا الكاونت وبيدينا الشكل اللي هو موجود قدامنا ده اللي احنا بنسميه الهيستوجرام اللي هو بيطلع على البرين بره. معنى كده ايه؟ الشكل اللي احنا شفناه ده معناه ان الابريتشر دي هتعدي ار بي سيز وبليتلت وواي بلاد سيلز. طيب ما هو كده هيعد بقى الخلايا كلها بعضها هتخش هيفرقها ازاي؟ هيعد دي على انها دي لان هو ما بيفرقش، هو بالنسبه له بيعد السايز. فاللينف سايت قريبه من الريسل سايت في الحجم فممكن يعدها على انها ريسل سايت. وفعلا هو الخلايا ما بتمشي جوه الجهاز بتتداخل بالشكل ده. احنا هنا لو قسمنا الخلايا على حسب السايز بتاعها اللي بيطلع داخل الجهاز بنلاقي اصغر حجم البليتلت يليه الار بي سيز وبيشترك معاه الليمفوسايت وبعد كده الميكسد سيل وبعد كده الميتروفي. فمعنى كده ان الطريقه دي مش هنقدر نعد كل الخلايا. هنا لازم افصل ما بين حاجتين، ما بين عد الار بي سيز والبليتلت في مكان والليكوسايت عدها في مكان تاني. لان انا لو عديتهم في مكان واحد هيطلعوا لي بالشكل ده، الليكوسايت هتخش مع الاريسوسايت وبالتالي الكاونت طبعا مش هيبقى مظبوط. ففي طريقتين بنعملها، اول طريقه ان احنا الفتحه اللي هي موجوده اللي بنعملها اللي بتمرر الخلايا هنعملها على قد الار بي سيز بس، فعشان كده اي خليه ليكوسايت اكبر من الار بي سيز مش هتعدي، فده يمنعني الخلايا الكبيره المونوسايت والبيزوفيل والكلام الحاجات الكبيره. الخليه الوحيده اللي هتعدي هتبقى الليمفوسايت اللي ممكن تعدي مع الاريسوسايت، واحنا بنعدها فعلا بتتعدي مع الريسوسايت، ولكن توتال ليكوسايت كاونت كام؟ من 5000 ل 12000. الار بي سيز كاونت كام؟ من 5 مليون ل 8 مليون. فهو انا لو عديت الليمفوسايت كاونت اللي هي تبقى النص مثلا 2000 عديته مع 5 مليون هل مؤثرين؟ مش فايز كتير. حتى لو عديت الليمفوسايت مع الريسوسايت ما هيش مشكله. فعشان كده احنا فعلا عملنا بقى الجزئين، جزء بيعد الريسوسايت والسترونجوسايت. وممكن تخش معاه اللي هي الليمفوسايت مفيش مشكله، لان زي ما قلنا هو لو طلعت 2000 مع 5 مليون ما هياش بروبلم خالص، مش مؤثره على اي حاجه. انما انا عايز اعمل بقى كاونت للوايت بلاد سيلز، عدها ازاي الوايت بلاد سيلز؟ مش هينفع عدها زي ما قلنا مع البليتلت والار بي سيز، خلاص هي داخله معاها، فانا عايز هي زي ما احنا قلنا هي مش مؤثره على عدد الار بي سيز، بس انا عايز اعد الوايت بلاد سيلز لوحدها اللي هم ال 5000 دول، عايز اعدهم لوحدهم وكمان عايز اعمل لهم ديفرنشال. فعشان كده عملنا سيبريشن،
بمعنى ان الجهاز بيبقى فيه مكانين، مكان بيعد الاريسوسايت والبليتلت، وده بيستخدم الديلوينت. انا ما بحطش هو عباره عن ديلوينت زي اللي كنا بنستخدمه في الار بي سي سكان، ما بيعملش اي حاجه خالص، هو اسمه ديلوينت وهو فعلا بيعمل دايليوشن عشان الخلايا اقدر اعدها جوه الجهاز، وده اللي هو موجود جنب الجهاز. هتلاقي فيه محلول كبير كده اسمه ديلوينت. اول منطقه في الجهاز اللي احنا بنسميها تشانل، يعني اول تشانل بنسميها الايزوتونيك سوليوشن، وهي بتقيس يعني مين دي الايزوتونيك سوليوشن اللي هو الديلوينت، يعني بيقيس الار بي سيز والبليتلت وبيحسب احجام الخلايا اللي هي الام سي بي والمين بليتلت فوليوم، حجم البليتلت يعني. انما انا لو عايز بقى اقيس الليكوسايت لوحدها فبعمل تشانل تاني او مكان تاني. المكان التاني ده بحط عليه لايتك سوليوشن اللي هو اللايس اللي موجود عندنا ده، وظيفته ان هو بيعد النيوكليتد سيلز اللي هي الليكوسايت وكمان الهيموجلوبين. فاحنا بنسميهم عباره عن اثنين تشانل او اثنين تشامبر، واحده بيبقى فيها الايزوتونيك سوليوشن اللي هو الديلوينت، وبتبدا تعدي الخلايا زي ما احنا شايفين كده اللي هو المنظر اللي موجود قدامنا ده. الفتحه دي بتقدر تعدي الار بي سيز والبليتلت، ولو الليمفوسايت عدت ماشي، انما الخلايا الكبيره ما تقدرش تعدي. والجهاز بيبقى عارف بيبتدي يقيس لكل الوايد الريد بلاد سيلز والبليتلت وبيرسمهم، طلع لي العدد ويطلع لي السايز بتاعهم اللي احنا سميناها الام سي بي والام بي في. التشانل الثانيه زي ما قلنا هنحط فيها ليتك سوليوشن او سوليوشن بيعمل هيموليسيز للار بي سيز والبليتلت. انا مش عايزهم بقى خلاص، انا عديتهم في التشانل الثانيه. اما كسر البليتلت والار بي سيز مش هيبقى لي غير النيوكليتد سيلز اللي هم الوايت بلاد سيلز، وبالتالي اقدر اعدهم في التشانل الثانيه. عشان كده التشانل الثانيه او التشامبر الثانيه بيبقى فيها ليتك سوليوشن اللي هو اللايس الموجود جنب الجهاز ده. عشان كده احنا قلنا الجهاز فيه اثنين محلولين، محلول ديلوينت ار بي سيز وبليتلت، ومحلول ليتك بنعد بيه النيوكليتد سيلز وبنقيس الهيموجلوبين. وعشان كده بيقدر الجهاز فعلا يعد لي بقى كل الخلايا، يبقى في تشانل عد الار بي سيز والبليتلت، والتشانل الثانيه عد فيها الليكوسايت وكمان بيقيس فيها الهيموجلوبين. لان احنا قلنا التشانل الثانيه بكسر الخلايا فالهيموجلوبين بيطلع اقدر اقيسه طالما انا كسرت الريد بلاد سيلز. الجهاز اللي هو الكمبيوترايز ده زي ما قلنا هو بيعد الخلايا وبيطلعها لنا بالارقام، وكمان بيطلعها لنا بالرسومات اللي هي طلعت في الجهاز اللي هو الشكل اللي كان بيطلع بالشكل ده اللي هو بيدينا انديكيشن عن كل خليه. الشكل اللي بيطلع فيه الجهاز او اللي بيطلع على البرنت اوت بنسميه الهيستوجرام اللي هو الشكل الموجود قدامنا ده. الهيستوجرام هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن جرافيكال ريبريزنتيشن للبلاد سيل بوبوليشن. بمعنى ايه؟ احنا قلنا الجهاز عنده مقدره ان هو يجمع البليتلت في حته اللي هي الشكل المنقط ده، البليتلت بيجي احطه في حته والار بي سيز في حته. فيبقى احنا عندنا هيستوجرام للار بي سيز لوحده وهيستوجرام للبليتلت لوحدها. فعشان كده يبقى الهيستوجرام هنا وظيفته ان هو بيبتدي يديك انديكيشن على السيل بوبوليشن، يعني كل خليه لوحدها سواء الار بي سيز لوحدها والبليتلت لوحدها. بيفرقهم طبعا عن طريق السايز، يعني زي ما احنا شايفين كده احنا انا عندي هنا ده محور وده محور، هنا السايز وهنا الكاونت. البليتلت احنا قلنا حجمها 2 ل 4 مايكرون عشان كده بتظهر في الاول، الكيرف بتاعها بيظهر بدري. الار بي سي 7 عشان كده الكيرف بتاعها بيظهر بعد كده. فعشان كده يبقى انا عارف الكيرفات، اول كيرف يبقى معروف ان ده بتاع البليتلت، الكيرف الثاني بتاع الار بي سي، لان الجهاز بيبتدي يعمل لهم سيبريشن عن طريق السايز. فعشان كده هيبقى انت عارف الكيرف ده او الهيستوجرام الاولاني بتاع البليتلت، الهيستوجرام الثاني بتاع الاريثروسايت. وكل بيك بقى بتدينا ديفرنت سايز، زي ما قلنا انت بتبص للبيك كده من فوق يبقى البيك الاولاني ده بتاع البليتلت، البيك الثاني ده بتاع الريد بلاد سيلز، وبعد كده هنخش في الليكوسايت هتلاقي بقى في نيوتروفيل والليمفوسايت وهكذا. فكل بيك اللي هو الشكل ده، يعني كل الرأس بتاع الشكل ده من فوق ده يديك انديكيشن ده نوع محدد من الخلايا. الهيستوجرام طبعا مهم قوي عشان عمليه الديفرنشال كاونت. ما احنا الجهاز بيطلع لنا ارقام بيقول لك الار بي سي كذا والبليتلت كذا والواي بي سي كذا، فلازم يكون كمان الهيستوجرام متقسم كده لبيكس، وكل بيك بتديك فعلا ان البليتلت موجوده والار بي سي موجوده وهكذا، فلازم تظهر ارقام وكمان لازم تظهر في الهيستوجرام. كمان الهيستوجرام اما بيظهر داخل الجهاز بيديك كواليتي كنترول، بمعنى ان لو الارقام طلعت والرسمه ما ظهرتش فمعنى كده الارقام دي ممكن تكون غلط، لان هي المفروض الارقام مع الرسمه الهيستوجرام ده. الهيستوجرام بيديك
كواليتي كنترول تشيك، يعني لازم تكون الارقام موجوده ولازم تكون الرسمه موجوده. لو الرسمه مش موجوده والارقام موجوده يبقى في مشكله في الجهاز، الجهاز ممكن يكون بيخرف وما حدش خلاص. فعشان كده يبقى الهيستوجرام انت لازم تبص على الارقام وتبص على الهيستوجرام، تبص على الارقام وتبص على الهيستوجرام، تشوف الهيستوجرام فعلا كل البيكس موجوده ولا لا. لو كل البيكس موجوده يبقى خلاص هنا فعلا العد كويس وموجود كاونت وموجود رسم، يبقى الجهاز شغال مظبوط. وطبعا بيهمنا كبير جدا في الديزيز بروسيس، بمعنى زي ما هنتكلم دلوقتي او هنوريكم الاشكال المختلفه اللي هي ابنورمال للهيستوجرام. هتلاقي لو الخلايا قلت لا الهيستوجرام يقل تحت، لو الخلايا زادت الهيستوجرام يزيد لفوق. فعشان كده الهيستوجرام بيتعرف على الانكريز والديكريز، وكمان بيتعرف على الانكومن ديزيز بروسيس، بمعنى ان احنا ممكن الجهاز يقيس لك الار بي سي كاونت ولكن في بعض الخلايا ما يعرفش يعدها زي الريتيكلوسايت، هو بيعد لك ار بي سي حجمها كبير وخلاص وبتخش من ضمن الام سي، فممكن تزيد في بعض الريجنريتيف انيميا. وكمان الليكوسايت ممكن نلاقي فيها ابنورماليتيز في حاله اللوكيميا. فعشان كده الهيستوجرام زي هنوريكم دلوقتي الابنورماليتيز بتاعته بشكل كبير جدا هو اللي بيكشف، لان العدد مش هو المشكله. انت ممكن يبقى العدد قدامك مظبوط ولكن في ابنورمال سيلز، اللي بيكشف الابنورمال سيلز هو الهيستوجرام. عشان كده هو مهم جدا، وكمان انديكيتد سامبل انتجريتي، بمعنى ان هو يقول لك العينه بتاعتك سليمه ولا لا. لان العينه لو فيها كوجوليشن فيبتدي الهيستوجرام طبعا هتلاقي فيه مشاكل كبيره جدا. فلازم المفروض الهيستوجرام لما تبص عليه تلاقي الثلاثه بارامتر موجودين، اللي هي البليتليت والريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز، عشان تقول ان العينه مظبوطه فيها انواع كامله من الخلايا فالعينه ما فيهاش مشكله. انما لو طلع لك بقى تخاريف، يعني طلع لك بليتليت وار بي سيز ما طلعش ليكوسايت او العكس، فمعنى كده العينه اصلا جايه مش مظبوطه. البليتليت بيحصل كلامبنج للبليتليت وهكذا. الوايت بلاد سيلز طبعا زي ما هنشوف الابنورماليتيز بتاع السايز بتاعها في اللوكيميا، كل ده بنكتشفه بالهيستوجرام. فمعنى كده احنا طبعا كنا الاول بنطلع البرنت اللي هو بيطلع من الجهاز بنبص فقط على الارقام، وده مش المظبوط. احنا لازم نبص على الارقام ولازم نبص على الهيستوجرام. زي ما نوريكم الابنورماليتيز دلوقتي، الهيستوجرام مهم جدا، والا ما كانش الجهاز بيطبعه. يعني هي الشركات عامله دوشه ليه وبتطبعه، ما هي كانت وريتهولك في الجهاز وما تطبعوش بره لو هو ملوش لازمه. انما انت البرنت اوت اللي طالع من الجهاز هتلاقي فيه الهيستوجرام وهتلاقي فيه الكاونت للخلايا. دايما الجهاز عشان يسهل لك الامور بيحط لك فاصل ما بين كل بيك والتانية، اللي بنسميها الديسكريمينيتور، اللي هو بيفصل سبريت سيل تايب باي سايز، فبيفصل هو السايز الاولاني عن السايز الثاني، والبيك بيبتدي يعمله لك باللون الغامق، والجهاز نفسه بيجي يعمل لك هيستوجرام منفصل. يعني لو انت مركز على الار بي سيز فيعمله لك بالخط التخين، والانواع الاخرى يعملها لك كده بالنقط اللي انت مش مركز عليها دلوقتي، انت مركز على ده. لو بمركز على البليتليت هيعمل لك ده بالخط التقيل وده بالخط اللي هو الداش بورد ده، بحيث ان انت تبقى مركز في الخط التخين اللي هو موجود. فعشان كده يبقى انت لما تيجي تبص على الهيستوجرام هتاخد بالك من ايه؟ هتاخد بالك من ان الخط اللي تحت ده بتاع السايز. يعني لو الكيرف اللي موجود قدام ده او الهيستوجرام ده راح اليمالي معناه الخلايا كبرت حجمها كبر، لو جه اليمالي معناه ان الخلايا حجمها قل. يبقى انت اوتوماتيك كده لو عندك هيستوجرام من غير ما يكون عليه اي داش، انت تبقى عارف الخط اللي تحت ده بتاع ايه؟ بتاع السايز. كل ما يزيد الكيرف ويروح اليمالي معناه السايز بيزيد، الكيرف يجي اليمالي معناه السايز بيقل. اللي فوق ده بتاع الكاونت، ولكن ده اللي هو الريلاتيف كاونت اللي هو بالبرسنت مش التوتال كاونت، ده معناه الريلاتيف كاونت، يعني حجم كل، احنا طبعا هنقول ده بالتفصيل كمان شويه، تبقى عارف ان هو هنا العدد بتاع الخلايا. الار بي سي طبعا عددها كبير عشان كده الكيرف بتاعها كبير، الثرومبوسايت عددها قليل عشان كده الكيرف بتاعها قليل، انما ما بيقولكش كام، ده هو بيقول لك نسبتها كام من الرسم نفسه او الهيستوجرام نفسه. فدي الحاجات المهمه للهيستوجرام. عشان كده لما نيجي بعد كده نحط الهيستوجرام تبقى انت عارف الحاجات اللي مكتوبه دي، احنا مش هنكتبها على كل هيستوجرام، اللي تحت بتاع السايز الجنب ده اللي هو الريلاتيف كاونت، وتبقى عارف ان كل هامب من او البيك دي لنوع معين من الخلايا. هيستوجرام ممكن يطلع على الجهاز بشكل لون بالشكل ده، لون تقيل، بحيث ان هو تلاقي كل المنطقه متغطيه وبتبقى فيها
السيبريتور او الاعمده اللي هي بتحدد لك بدايه كل نوع من الخلايا. يعني هنا الرسمه دي الار بي سيز الكبيره وجنبها البليتلت، وبعد كده هو كبر البليتلت لوحدها وبقت لها رسمه لوحدها بالشكل ده. فرسمه ممكن تظهر بالشكل ده او ممكن تظهر بالشكل ده، اللي هو كيرف ما فيش الوان، هو كيرف فاضي يعني. فهي كده او كده هو بالنسبه لنا هيستوجرام. وهما برضو هنا الاثنين اهو، ده الهيستوجرام بتاع الريد بلاد سيلز وتاني بتاع البليتلت. الهيستوجرام بقى ممكن تلاقي عليه ارقام تحت، وانا ما بنكتبش بقى، ما بنكتبش ايه الارقام بتاعت ايه ولا العمود اللي واقف ده بتاع ايه. احنا خلاص عرفنا الارقام دي معناها سايز، فالار بي سيز اللي هي بتبتدي من 30 لحد 100 وشويه، انما البليتلت لا، ده بتبتدي من اول 2 لحد 20 فيم 2 ليتر، برده مش مايكرو، لان المايكرو زي ما قلنا هي من 2 ل 4 مايكرو. فدي حاجه ودي حاجه ثانيه. فيبقى الهيستوجرام زي ما بيطلع بقى من الجهاز، يطلع بالشكل اللي هو تقيل، يطلع بشكل خفيف، يبقى انت اوريدي عرفت شكله. وادي الجهاز اللي هو اي كاونتر المفروض بيرسم لك الكيرفات، بيطلع لك الداتا ككاونت، وكمان بيرسم لك هيستوجرامز ومنفصله عن بعضها عشان تقدر تركز فيه، ويقدر يرسمهم لك كلهم في مكان واحد. ولكن هو بيبتدي يجيب لك في الاول الابيض، حتى هو عاملهم الابيض الخلايا البيضاء، الاحمر الخلايا الحمراء، والاخضر ده اللي هو البليتلت، بحيث ان انت تقدر تقيم كل هيستوجرام لوحده وتشوف تقارن الارقام مع الشكل، هل فعلا الرقم ده ماشي مع الشكل ولا لا. وكمان لو في ابنورمالتيز في الشكل بتبتدي بعد كده تعمل لها انتربريتيشن زي ما هنقول دلوقتي. هنبتدي بالاريثروسايت هيستوجرام. هو طبعا شكله بيختلف على حسب الحيوانات. احنا عندنا طبعا الحيوانات بيبقى فيها اختلاف في السايز بتاع الخليه، بمعنى ان الخلايا الدوج اكبر شويه من خلايا الكاتل وهكذا، عشان كده تلاقي الكيرف بيختلف على حسب الحيوانين. عامه الدوج والكات بتلاقي الخلايا ما بيبقاش فيها ان ايزوسايتوزس كتير، عشان كده تلاقي او الهيستوجرام بتاعها بيبقى سيمتريكال. سيمتريكال يعني متماثل، يعني انت لو رسمت خط في النص كده هتلاقي النص ده تقريبا هو النص ده، فبيسموه سيمتريكال هيستوجرام او بيسموه بيل شيبد كيرف، معناه ان هو النص ده زي النص ده، لان الخلايا تقريبا متماثله في السايز ما فيهاش اختلافات كتير، عشان كده تلاقيها الاعداد بتاعتها مركزه جدا في النص، عشان كده يبقى الشكل ده منتظم اللي احنا بنسميه السيمتريكال. وزي ما قلنا اللي موجود على الشمال ده البليتلت، طالما انا مركز على الار بي سيز يبقى ده بيطلع نقط، انا ماليش دعوه بيه دلوقتي، انا مركز في الار بي سيز كاونت. فيبقى تقييمك للكيرف بالنسبه لنا في البيطري على حسب الحيوان، يبقى انت لازم الاول تتعود على حسب الحيوان، الاول تشوف الكيرف بتاعه الطبيعي عامل ازاي عشان تقدر تطلع منه الابنورماليتيز. في الدوج والكات اللي هو اكتر حيوانات احنا بنعمل فيها سي بي سي، بيبقى الكيرف سيمتريكال بالشكل ده. احنا زي ما قلنا كنا بنركز على الارقام. انت هنا لو عندك ريزلت طلعت ارقام اهي، ار بي سي هيموجلوبين هيماتوكريت قليلين، معنى كده ايه؟ انيميا. الام سي في مظبوطه، الام سي اتش مظبوطه، والام سي اتش سي مظبوطه، كده نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. في البارامتر الاخير اللي هو الريد ديستريبيوشن ويدث، ريد سيل ديستريبيوشن ويدث، والسي اللي هي الكوفيشنت هنشرحها بالتفصيل دلوقتي، اللي هو الريد سيل ديستريبيوشن ويدث عادي. هتقول ان في انيميا نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. نيجي نبص على الهيستوجرام. الهيستوجرام هنا بقى ما بقاش سيمتريكال، هتلاقي ان في جزء سيمتريكال كده والجزء الثاني مات يمه اليمين، معنى كده ان الكيرف احنا قلنا لما بيروح يمه اليمين يبقى فيه ايه؟ لارج سايز، يعني انا عندي خلايا حجمها كبير، عشان كده الريد سيل ديستريبيوشن ويدث ده كبر، لان الديستريبيوشن ويدث ده هو اللي بيقيس لك هل في خلايا كبيره ولا خلايا صغيره، الخلايا كلها قد بعضها ولا لا. طالما الخلايا احجامها اختلفت هتلاقي الريد سيل ديستريبيوشن ويدث اختلف. هو بيقول لك اختلف بس وخلاص، انما انت بتيجي بقى على الهيستوجرام وتلاقيه مش يمه اليمين. طالما مش يمه اليمين يبقى هنا في زياده في اللارج سايز ريد بلاد سيلز، اللي هي بالنسبه لنا الريتيكولوسايت، اللي هي تدينا انديكيشن على ايه؟ على الريجنريشن. فانت هنا تقدر تعرف ان الانيميا دي ريجنريتيف او نون ريجنريتيف من خلال الهيستوجرام، بالرغم ان انت قلت في الاول هي انيميا نورموسيتيك نورموكروميك انيميا، انما انت ما من الارقام ما تعرفش هو فيه ريجنريشن ولا لا. انما لما ترجع للهيستوجرام هتلاقي ان هو فيه اسيمتريكال بالشكل ده، وهتلاقي ان هو راح حصل له موفمنت توارد الرايت سايد، والرايت سايد معناها ان في لارج سايد ريد بلاد سيلز، اللارج سايز معناها immature cells اللي هي الريتيكولوسايت. وجود الريتيكولوسايت طبعا انديكيت ان في ريجينريتيف انيميا، العنوان اللي هو فوق. فمعنى كده الهيستوجرام مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا. وده شكل تاني لبرضه الريجينريتيف انيميا. هنا هتلاقي اما بيجي يحسب الام سي في
اللي هو الخط الاحمر اللي في النص ده اللي هو متوسط حجم الخلايا هيطلع طبيعي 47. احنا عندنا لحد 55 فيمتو ليتر نورمال، فهنا الام سي بي طبيعي. ولكن بالرغم من كده هتلاقي ان الكيرف راح يمين اليمين، ويمكن هنا في النوع ده من الاجهزه هو احنا قلنا الجهاز بيحط لك خطوط للبدايه والنهايه بتاعه السايز بتاع الخليه، فهنا طالما الحجم عدى الخط معناه ان ده لارج سايز عن الطبيعي، فطبعا يبقى البوبوليشن بتاع اللارج سايز اللي احنا بنسميها الماكروسايت موجوده، وبالتالي ده طبعا بتديك انديكيشن للريجنريتيف انيميا، لان احنا دايما بندرسها ان الريجنريتيف انيميا لازم بتلاقي معاها ماكروسايتوزيس، بيحصل انكريز في السايز، لو انكريز في الام سي دي نتيجه لوجود الريتيكولوسايت ده الستاندر او الجولد ستاندر بتاعها. ولكن ده في حاله لما يبقى الريجنريشن كتير قوي ويزود عدد الخلايا اللي هي الريتيكولوسايت بحيث ان عددها كتير بحيث ان هي تزود الام سي دي. ولكن في بدايه الريجنريشن لما يبقى لسه عدد الخلايا اللي هي الريتيكولوسايت ما هوش كتير قوي فما بيظهرش في الام سي دي، ولكن بيظهر في الهيستوجرام. الهيستوجرام لما يزيد كده من جنب اليمين بتعرف ان في مجموعه من الخلايا حجمها كبير وظهرت، معنى كده ان الانيميا دي في بدايه الريجنريشن وهي عباره عن ريجنريتيف انيميا. فالهيستوجرام مهم جدا مع الارقام. ده مثال تاني للديستربنس برضو في الهيستوجرام. هيستوجرام زي ما قلنا انت عندك الخطين اللي هم واقفين دول اللي هم البدايه والنهايه بتاع الخليه. الخط اللي في النص الاحمر دايما احنا بنجيبه في وسط الرسمه اللي هو المتوسط اللي هو الام سي دي. فالمتوسط هنا لما تيجي تحسبه هو 35 برضه في حدود النورم او يمكن اقل شويه، ولكن هنا هتلاقي الهيستوجرام حصل له ايه؟ رجع لورا ما وصلش للخط، معنى كده ان حجم الخلايا ايه؟ صغير، وده يديك انديكيشن ان فيه مايكروسايتوزيس، ويديك كمان ان معظم الخلايا قلت، يعني مش بس جزء صغير هنا لا ده كل الخلايا رجعت لورا، فالكل الخلايا كلها مركزه في الحجم الصغير، فدي تبقى طبعا مايكروسيتيك انيميا على طول، مايكروسيتيك انيميا. فهنا الهيستوجرام معبر جدا على حجم الخلايا، وبالتالي بيقدر يحدد لنا المايكروسيتيك انيميا هل كل الخلايا فعلا حجمها قل زي في حاله الايرون ديفيشنسي انيميا، لما بتكون الحاله بقالها فتره وفعلا بتبقى كل الخلايا مايكروسايت، فعشان كده بتديك مايكروسيتيك انيميا وتلاقي الهيستوجرام اتلم كله يمه الشمال. فعشان كده يبقى انت تبص على الرقم بتاع الام سي دي وارقام الانيميا، وكمان تبص على الهيستوجرام بحيث ان انت فعلا بتاكد ان هي مايكروسيتيك انيميا. نشوف بقى الجهاز نفسه، هل هو بس بيعد الخلايا ويقيس الام سي دي بس؟ لا، هو بيعمل حاجات كتير بالنسبه للار بي سيز وبالنسبه للبليت. هنمسك الار بي سيز اللي احنا شفنا الهيستوجرام بتاعها. الجهاز نفسه في مجموعه من البارامتر هو بيقيسها بنفسه بنسميها الميجر ريد بلاد سيلز بارامتر، هو بيقيسها فعلا اللي هي الكاونت والام سي دي. الكاونت احنا قلنا هو بيعد الامبلس فيبقى فعلا بيعد الكاونت، كمان بيقيس الماجنيتيود بتاع الامبلس وبياخد المتوسط بتاعهم فهو فعلا بيقيس الام سي دي. يبقى الاثنين دول هم الحاجتين اللي الجهاز فعلا بيقيسهم اوريدي، ولكن في مجموعه ثانيه بقى بتبقى الكالكوليتد بارامتر اللي هو بيبتدي يحسبها بعد كده. وطبعا الام سي دي زي ما احنا انتوا بتشرحوه في العمليه هو الام سي دي هو متوسط حجم الخليه. هنا الجهاز بيعمل ايه؟ الجهاز بيجي زي ما قلنا هو بيجي ياخد الامبلسز ويرتبها على حسب السايز بتاعها، فيجيب الخلايا اللي بتدي امبلس صغيره ويبتدي يحطها في الجنب ده، السايز الاكبر منها في الجنب اللي بعديه وهكذا، فهو بيرتب الامبلس او السايز بتاع الامبلس بالشكل ده، والسايز بتاع الامبلس بيدينا انديكيشن عن السايز بتاع الخليه. عشان كده احنا عملنا رسمه كان السايز بيزيد او تحت زي ما احنا رايحين يمه اليمين. فيبقى هنا الجهاز بيحسب الام سي دي ازاي؟ بيجي يراسم بقى الهيستوجرام ده على حسب بتاعته، كانه حط خط فوق الخلايا اللي هي موجوده دي. فالهيستوجرام اللي بيطلع ده هو تمثيل لاعداد واحجام الخلايا بالشكل كده. عشان كده احنا قلنا اللي في الجنب ده ريلاتيف كاونت، يعني معناه ان اللي في النص ده نسبه الخلايا اللي حجمها كبير قوي، وده نسبه الخلايا اللي حجمها اقل، وده نسبه الخلايا اللي حجمها كذا، انما هو مش كاونت، هو نسبه كل خليه، عشان كده احنا بنخليها بالبيرسنت يعني. فيبقى الام سي دي هو بيبتدي بقى يحسب كل الاحجام ويجي في النص يعملها ماثيماتيكالي ويجيب لك في نص الكيرف بالظبط، ويبتدي يحسب اللي هو المين كورباسكولار فوليوم او المين سيل فوليوم. ماشي، فزي ما هو مكتوب اهوت هي بتبقى عباره عن دايركت ميجرمنت للسيل سايت اللي هي ريليتد للماجنيتيود اوف
disrupted electrical current اللي هي الامبلس اثناء طبعا ما الخليه بتعدي من الافريج. عشان كده احنا قلنا يبقى في حاجتين الجهاز بيقيسهم، بيقيس الكاونت وبيقيس الام سي دي، الحاجتين اللي بيقدر يقيسهم. وزي ما عرفنا بقى هو بيقيس الام سي دي ازاي، يبتدي يقسم كده وبياخد المتوسط يبقى جالك الام سي دي. من الام سي دي والكاونت بقدر بقى اعمل كالكوليشن لبقيه البرامتر. يبقى في فرق ما بين الميجر البرامتر وما بين كالكوليت البرامتر. مثلا الهيماتوكريت، الهيماتوكريت بيبقى بيضرب الام سي دي في الار بي سي سكان اللي هو متوسط الحجم في العدد يديك اللي هو البي سي دي. الهيماتوكريت هو اللي بيقيسها الجهاز. البي سي دي اما بنيجي نعملها مانوال، بنعملها مانوال والجزء اللي تحت ده اللي بنقيسه اللي هو منشر ده على الانبوبه هو ده البي سي دي اللي هو الباد سيل بول. انما لا دي هيماتوكريت لان هو هنا ما بيقيسش الخلايا ولا حاجه، ده هو مجرد ان هو بيضرب الام سي دي في الريد بلس الكاونت وبيقسم على 10 عشان يديك الهيماتوكريت فاهم. الحاجه الثانيه الام سي اتش بالبيكو جرام طبعا هو بيجيب الهيموجلوبين وبيقسمه على الار بي سيز زي زمان برضو نفس المعادله بتاعت زمان. الهيموجلوبين طبعا هنتكلم عليه دلوقتي والجهاز بيقيسه ازاي وعنده هو اصلا عد الار بي سيز، فخلاص الهيموجلوبين على الار بي سيز تطلع الام سي اتش اللي هو وزن الهيموجلوبين في كل خليه. الام سي اتش سي برضو نفس الحكايه هيجيب الهيموجلوبين على الهيماتوكريت اللي طلع فيدينا ام سي اتش سي، وممكن كمان يحسبها عن طريق الام سي اتش على الام سي دي لان احنا هنا بنقيس الهيموجلوبين الكلي وزن الهيموجلوبين الكلي على الحجم الكلي اللي هو الهيماتوكريت. هنا هنجيب الوزن بتاع الهيموجلوبين في كل خليه على حجم كل خليه ايه هي الام سي اتش سي، بحيث ان احنا بنطلع كونسنتريشن في الاخر، فيا اما بيعمل دي يا اما بيعمل دي. اخر حاجه بقى اللي هو الريد سيل ديستريبيوشن ويتس، الار اللي هي الريد سيل، الدي اللي هي الديستريبيوشن، الدبليو اللي هي ويتس اللي هو سايز يعني العرض يعني ويتس، والسي في اللي هي الكوفيشنت اوف فاريشن. عشان كده هو دايما الاختصار بتاعها ار دي دبليو سي في اللي هو الكوفيشنت اوف فاريشن. بيحسبها ازاي؟ بيجيب الستاندرد ديفيشن بتاع الريد بلاد سيلز وبيقسمه على الام سي في وبيضرب في 100. الستاندرد ديفيشن ده بنجيبه ازاي؟ لما بنيجي نعمل الاحصاء بتاعتنا بنجيب المتوسط وبنجيب الستاندرد ديفيجن جنبيه او الستاندرد ايرو، ده بتطلع من المعادله سهل جدا، فالجهاز بيقدر يحسبها وبيجي حاسب بيجي يقسمها على الام سي دي. يبقى الستاندرد ديفيجن اللي هو مقدار الاختلاف على الام سي دي اللي هو متوسط السايز، وبيبتدي يضرب في 100 لان هي بس. وده كمثال ليه للريد سيل ديستريبيوشن ويتس، هو وظيفته احنا بنقيسه ليه؟ عشان تشوف الهيتروجينيستي. الهيتروجينيستي بمعنى ايه؟ يعني بتشوف الكيرف منتظم ولا لا؟ ده اللي احنا بنسميها هيتروجينيستي. الكيرف لو منتظم معناها ان الخلايا كلها مركزه في السايز اللي في النص ومعظم احجام الخلايا طبيعيه، عشان كده تلاقي الكيرف كله عامل زي الهامب كده والنص ده تقريبا زي النص ده، فتلاقي الريد ديستريبيوشن ويتس او الريد سيل ديستريبيوشن ويتس بيقيس لي حجم الكيرف ده من تحت من حته المنطقه اللي انا معلم عليها دي، ده الريد سيل ديستريبيوشن ويتس. لو الكيرف راح يمين في اليمين هيشد ده معاه، هتلاقي المنطقه توصل، هتلاقي الريد سيل ديستريبيوشن ويتس ثابت. لو قلت هيقل، فعشان كده يبقى الريد سيل ديستريبيوشن ويتس هو بيقيس لك المنطقه بتاعت الكيرف اللي في النص دي اللي هي ما بين النازله من هنا وما بين النازله من هنا، عشان يشوف بقى الهيتروجينيست. ما هي الخلايا لو كلها زي بعضها يبقى هتبقى مركزه في النص، لو في خلايا كبيره هتيجي يمين في اليمين، يبقى في الحاله دي هتلاقي في حته يماني معناه ان في خلايا كبيره وخلايا صغيره، يبقى مفيش هوموجينيست، هتبقى فيه هيتروجينيست اللي هو فيه خلايا كبيره وخلايا صغيره. فالريد سيل ديستريبيوشن ويتس وظيفته كبيره جدا، زي ما احنا شفناه في المثال اللي احنا اديناه لما كان فيه انيميا وانت لقيت السيل الريد سيل ديستريبيوشن ويتس كبير، ترجع تبص بقى هو كبير ليه؟ عشان الخلايا زادت، او ممكن تكون الخلايا قلت من اليمه دي، فانت المهم ان في الكيرف اختلف. عشان كده الريد سيل ديستريبيوشن ويتس من الحاجات المهمه جدا. وده اكزامبل اهو، لو الخلايا فيها لو انيسوسايتوز اللي فيها هوموجينيستي الخلايا كلها شبه بعض، فهتلاقي الكيرف بالشكل ده سيمتريكال. بقيس الريد سيل ديستريبيوشن ويتس اهو في ما بين الكيرف والكيرف او ما بين السايد والسايد، فيطلع 12 بالشكل ده كده اهو. انما هنا لو لقيت خلايا كبيره وخلايا صغيره ان هي فيها هاي انيسوسايتوز، هتلاقي الكيرف حصل له ايه؟ وسخ، بدا من هنا ومن هنا، فالكيرف وسخ، فطبيعي المسافه اللي بقى بقيسها هنا كبرت طبعا، بقت الريد سيل ديستريبيوشن ويتس زائد. فيبقى احنا الريد سيل ديستريبيوشن ويتس بنقيسه ليه؟ بقيسه عشان اشوف الكيرف ده وسع ولا طبيعي. لو الكيرف طبيعي يبقى الخلايا طبيعيه، لو الكيرف وسع معناه ان الخلايا فيها ديفرنت سايزز،
عشان كده هو لو زاد يبقى فيه هيتيروجينست، يعني خلايا كبيره وخلايا صغيره صغيره. عشان كده الريسيل ديستريبيوشن ويتس من الحاجات المهمه جدا اللي احنا لازم نبص عليها في لما نشوف التقرير. نيجي نشوف بقى الايتم الثاني. كده خلصنا الريد بلاد سيلز، هنخش على الايتم الثاني وهو البليتليت النورمال والابنورمال. وطبعا احنا بنتكلم على الهيستوجرام، انا ما بتكلمش على الكاونت. الكاونت احنا قلنا احنا بنعمل له انتربريتيشن ومعروف مفهوم زاد معناه ايه وقل معناه ايه، انما انا بتكلم بشكل كبير جدا على الهيستوجرام. البليتليت الكيرف بتاعها طبعا بيبقى مختلف برضه على حسب الحيوانات، ولكن يعني يمكن ده الكيرف في الهيومن هتلاقي ان هو بيزيد في الاول وبعد كده بينزل مره واحده، مش سيمتريكال زي بتاع الريد بلاد سيلز. بيبقى شارب في الاول، شارب انكريز في الاول، وبعد كده بيدينا تيبر داون ويت، معناه ان هو بينزل ببطيء كده لحد ما يوصل للنهايه بتاعتها. هيبقى الكيرف هنا شكله مختلف، يبقى بيزيد في الاول لان معظم احجام البليتليت بتبقى صغيره، ولكن عدد قليل قوي اللي هو بيبقى لارج بليتليت. فعشان كده بتلاقي الكيرف هي معظمها بيبقى صغير، انما في برضه في النورمال بتلاقي في لارج ولكن بتبقى فيو في السايز. ما بين الحيوانات بنلاقي في اختلافات، يعني ادي القنين وادي الفلاين. تلاقي الفلاين يمكن السايز بيزيد اكبر يمين في اليمين. فعشان كده احنا بنقول دايما الهيستوجرام بيبقى على حسب الانيمال. لازم انت لو بتبقى بتشتغل على القنين بقى بتبقى عارف الكيرف بتاعه وهكذا، اوريدي الجهاز بيبقى عامل لك الكيرف الطبيعي. نيجي بقى نشوف الابنورماليتيز. خلاص انت عرفت الكيرف بتاع البليتليت ان هو بيبتدي على طول من 2 لحد 30 من غير حتى ما اكتب ان هو بليتليت. انت عارف ان من 2 ل 30 ده اقل حجم، يبقى هو السيروم بيصعد على طول. بتيجي تشوف هنا الكيرفات اهو، هو هنا اللي هو باللون الفاتح ده اللي هو النورمال كيرف، وادي السيروم سايتوز انكريس في النمبر اللي هو السيروم سايتوز. فبتلاقي طبعا الكيرف عالي بشكل كبير جدا. فانت ما تبص على الكيرف، لو الكاونت عالي بتبص على الكيرف تلاقيه عالي يبقى تمام. والعكس ادي الثرومبوسايتوبينيا برضه نفس الحكايه، يبقى الكاونت لقيته قليل تبص على الكيرف لقيت الكيرف قليل، معنى كده ان في فعلا ثرومبوسايتوبينيا بالشكل اللي هو موجود ده، في ديكريز في الكاونت بشكل كبير جدا بدون ابنورماليتيز. يعني معنى كده ان هو كاونت قل وكاونت زاد، او كاونت زاد وكاونت قل زي ما احنا موجود قدامنا. نيجي بقى نبص على الابنورماليتيز. ابنورمالز معنى ايه؟ بمعنى ان انت تلاقي الكيرف طبيعي اهوت، ولكن تيجي في النهايه بتاعته المفروض بدل ما نزل طلع بالشكل ده. طبعا ده ابنورمال، ده معناه ايه؟ معناه يا اما في جاينت بليتلت، يعني بليتلت حجمها كبير قوي عشان كده جت يمه تقيلين جدا، او ممكن يكون في كلامز للبليتلت. عارفين البليتلت دايما عندها لابيل ان هي خلاها كلامبنج، واللي بيزود كده الايديت. لو الايديت تركيزها مش مظبوط يبقى هتلاقي على طول تعمل كلامبنج، ودي من العيوب بتاعتها. فانت لازم تعمل مظبوط. مظبوط يعني ايه؟ يعني الانبوبه اللي انت تاخد فيها مكتوب عليها 3 سم يبقى تاخد 3 سم، مش على قد ما تاخد. يعني انت لو هي 3 سم وانت خدت 2 سم يبقى هنا تركيز الليتا عالي، وبالتالي هيعمل كلامبنج للبليت. لو العكس، لو انت خدت دم زياده طبعا مش هيحصل كلامبنج للدم، مش هيقوم بدوره اللي هو الليتا. عشان كده يبقى الكيرف لو زاد يمه اليمين يبقى انت هنا بتقول ان في حاجه كبيره جت على اليمين، لان ده لارج سايز، يا اما جاينت بليتلت يا اما بليتلت كلامب. في الحالتين لازم تعمل كوليكشن تاني وبتحط الستريت عشان تتجنب الليتا دي خالص، تجمع الستريت. نفس الحكايه ممكن هنا الكاونت طبيعي ولكن في مشكله في النهايه، هنا لا الكاونت قل وفي زياده في النهايه، فهي برضو نفس الحكايه، هنا الكاونت قل وفي زياده في النهايه، ده انديكيت ان في برضو يا اما لارج بليتلت يا اما كلامبنج، ولكن هنا بشكل كبير جدا بيقول ان ده كلامبنج، لان طالما العدد قل فمعنى كده ان الخلايا اتجمعت اصلا مع بعضها وعملت كلامبنج، وعشان كده زادت من ناحيه اليمين، وعشان كده هي فعلا قللت العدد وبقى في ثرومبوسايتوبين اللي هو في ديكريز في الكيرف نفسه، وعشان كده احنا بنسميه فولس ديكريز. هو هنا العدد قل اهو ولكن ده فولس ديكريز. ليه؟ لان البليتلت حصل لها كلامبنج فتعدت فعلا مع الار بي سيز، عشان كده بنسميه فولس ديكريز. عشان كده يبقى لازم ايه؟ نشوف فعلا هي البليتلت كبيره كده في الحجم عشان تيجي يمه اليمين، فبنعمل بلاد سمين عشان نشوفها فعلا بقى ما هي لو جاينت بليتلت موجوده في البلاد سمين. انما لو ما لقيتهاش ولقيت كلامبنج للخلايا يبقى ده فعلا كلامبنج. فبرضه دي حاجه ثانيه تقول لك ان انت لازم تبص على الهيستوجرام، لان الهيستوجرام مهم جدا. هنا اما بيبقى هنا الشكل طبيعي مع زياده في الجنب فيبقى عندك احتمالين بالشكل ده كده، انما لو لقيت هنا العدد قليل وزياده في الجنب ده اوريدي على طول كلامبنج على طول.
نيجي على البارامتر اللي هو بيقيسها الجهاز. احنا قلنا برضو هو نفس الحكايه زي الار بي سيز، هو بيقيس اثنين بارامتر، بيقيس الكاونت وبيقيس الفوليوم. هناك قياس الكاونت بتاع الار بي سيز والام سي دي، هنا برضو بيقيس البليتلت كاونت واللي هو طبعا في 10 اس 3، وهناك في 10 اس 6 طبعا بتاع الار بي سيز. هناك بيقيس الام سي دي، هنا بيقيس البليتلت فوليوم اللي هو المين بليتلت فوليوم. نفس القصه، يبقى الام بي في اللي هي المين بليتلت فوليوم، وزي ما قاس اللي هنا هناك الام سي دي، هنا قاس برضو الام سي دي بتاعت البليتلت، ان هو برضو حط البليتلت كده جنب بعضها وخد المتوسط، فبيديك المتوسط وبرضو بيقيسه بالفيمتوليتا. بيجي كمان يحسب بقى مجموعه من البارامتر زي ما عمل الانديسيز بتاعت الريد بلاد سيلز. فهنا برضو بيقيس الديستريبيوشن ويدث زي ما قاس هناك الديستريبيوشن ويدث بتاع الاريثروسايت، وبرضو نفس الحكايه بيجيب الستاندرد ديفيجن وبيقسمه على المين بليتلت فوليوم وبنضرب في 100، فيطلع بالبيرسنت بالشكل ده. بليتلت كريت اللي هي بيقابلها هناك البي سي في او الهيماتوكريت اللي هناك. هناك الهيماتوكريت كان اللي هو الحجم الكلي للخلايا، هنا برضو نفس الحجم الكلي للبليتلت اللي بنسميها بليتلت كريت زي الهيماتوكريت. الهيماتوكريت اللي هي بتاع الار بي سيز، البليتلت كريت اللي هي الحجم الكلي للبليتلت اللي هي البي سي تي، هناك كانت الاتش سي تي. برضو نفس الحكايه، بنضرب الكاونت في متوسط الفوليوم وبنقسم على 10000 تطلع بالبيرس. دي بقى للاخر حاجه وهي الليكوسايت كاونت. احنا قلنا الليكوسايت كاونت عشان اعدها لازم افصلها في تشامبر لوحدها، لان هي حجمها هي اكتر من نوع ولها احجام مختلفه، وعشان كده لازم افصلها في تشامبر لوحدها. التشامبر دي بنحط عليها الليتكس سوليوشن عشان يكسر الار بي سيز، والبليتلت بتبقى هي وحدها. الاحكام بتاعتها مختلفه، يعني احنا لو قيسنا الحجم بقى على في البلاد فيلم اللي احنا بنقيسه بالمايكروميتر، النيوتروفيل من 10 ل 15 مايكرو، البيزوفيل من 9 ل 14، الزينوفيل من 11 ل 16، اكبر خليه المونوسايت طبعا من 12 ل 20 لما نشوفها في البلاد فيلم هتلاقيها كبيره، الليمفوسايت اللي اصغر واحده من 7 ل 12، عشان كده احنا قلنا هي قريبه من الار بي سيز عشان كده ممكن تتعدل معانا. ولكن احنا قلنا الجهاز ما بيقيس بالمايكروميتر، ولكن الخلايا دي هنقيسها ازاي؟ ما هي كلها قريبه من بعض. هم لقوا ان احنا لما نيجي نعدها لازم نعمل فيها تغيير عشان اقدر اعدها، لان انا مش هقدر اعمل خمس كيرفات كده للخلايا، هتبقى متداخله مع بعضها. لو في جهاز الليزر اللي هو الفلو سايتومتري ما بيبقاش فيه المشكله دي، لان في جهاز الفلو سايتومتري هو الليزر بقى الميكانيزم نفسها تبقى على حسب الليزر، الليزر بيضرب فيها على حسب بقى ريفليكشن بيديك السايد على طول، فبيقدر يعمل لك ديفرنشال كاونت بدقه متناهيه جدا. انما في الامبيدنس هيبقى صعب. عشان كده هم عملوا ايه؟ هم احنا قلنا ان احنا بنحط ليتكس سوليوشن، الليتكس سوليوشن ده بيكسر الار بي سيز والبليتلت وبيجي على الليكوسايت وبيعمل لها شرينج او تكسير. يعني بعض الليتكس سوليوشن بتكسر الخليه ولكن تسيب النيوكلس ثابت، او بتعمل لها شرينكش خالص بحيث ان هي يا دوب بتبقى النيوكلس بس الممبرين حوالين النيوكلس. وعشان كده بتلاقي ان الخلايا ما بيحصل لها بقى شرينكش او ممبرين يتكسر، يبقى في الحاله دي اللي هحسبه هنا هحسب حجم النيوكلس. وده فعلا احنا لما كنا بنيجي نعد مانوال احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحط السوليوشن اللي هو المخصوص ده بحيث ان هو بيصبغ النيوكلس وبيكسر بقيه الخلايا، لما بنيجي نعد كنا بنعد النيوكلس اللي هي النقط الصغيره دي. هنا نفس الحكايه، يبقى احنا هنا لما بنيجي نعد بنعد النيوكلس، يا اما الخليه اتكسرت يا اما حصل لها شرينكج نتيجه للليتكس سوليوشن. اما حصل شرينكج بقى وبقت النيوكلس هي اللي موجوده، تقسيمه الخلايا بقت بالشكل ده، الليمفوسايت اقل حجما يليها المونوسايت الايزينوفيل والبيزوفيل، بالرغم ان انت لو استقبل مايكرو المونوسايت هتيجي اليمين، ولكن لا احنا هنا النيوكلس بس لان المونوسايت فيها سيتوبلازم كتير، عشان كده ما حصل شرينكج ويبقى انا بقيس النيوكلس بس هنا، فالنيوكلس بتاع الثلاثه دول قد بعض في الحته دي والنيوتروفيل جت لوحدها. اكتر خليتين في الليكوسايت هم مين؟ الليمفوسايت والنيوتروفيل، عشان كده هم مفصولين قدامي وباينين جدا هم، والمجموعه الثانيه مع بعضها. عشان كده احيانا تلاقي بعض الاجهزه تطلع اللي في النص دول وما تطلعهمش، احيانا تطلعهم سيبريت واحيانا ما تطلعهمش او كولكتيفلي يعني، لكن هم الثلاثه بيبقوا في منطقه واحده لان الكونسنتريشن بتاعهم قليل، عشان كده الكيرف بتاعهم زي ما انت شايف كده. فالليتكس سوليوشن هنا غير الاحجام الطبيعيه للخلايا لان بقى بيعتمد على شكل النيوكلس، عشان كده يبقى فصل الليكوسايت لثلاث كيرفات بالشكل ده، الكيرفر الاولاني للليمفوسايت، الثاني ميكسد بنسميه ميكسد اللي هو المونوسايت ايزينوفيل بيزوفيل، والثالث نيوتروفيل.
عشان كده يبقى انت الهيستوجرام لما تيجي تشوفه هتلاقيه بالشكل ده، تلاقي المونوسايت في النص من جنب المونوسايت، ده المونوسايت كبيره، احنا قلنا بقى اللي تحت ده سايز وده تاون. فانت لما تيجي تقول ازاي جت المونوسايت هنا في النص، لا، لان احنا هنا بنعد النيوكلاس فقط، عشان كده بقت 3 ارباعات بالشكل ده. الخلايا لما اتغيرت بقى قلب الدنيا بالشكل ده، فبقت الاحجام بالنسبه للفيمتوليتر اللي الجهاز بيقيسها هتلاقي الليمفوسايت من 30 ل 80، المونوسايت من 60 ل 120، بيزوفيل من 70 ل 130، إيزينوفيل من 80 ل 140، والنيوتروفيل اكبر حاجه بقت من 120 لحد 250، لان النيوتروفيل بتبقى سيجمنتد، عشان كده تلاقي البيور بتبقى فاتح كده، اللي هم الثلاثه البيور فاتحين عن بعض، عشان كده تلاقي حجمها كبير شويه. وبالتالي اما نيجي بقى نشوف، يبقى احنا شفنا النورمال هيستوجرام، الابنورمال هيستوجرام هيظهر بقى بالشكل ده. يبقى احنا خلاص عرفنا انا عندي الثلاث كيرفات من غير ما اكتب عليهم بقى، احنا عارفين الكيرف الاولاني الليمفوسايت، الثاني ميكسد وده نيوتروفيل، الكيرف الاولاني زاد يبقى الليمفوسايتوزس، الثالث قل يبقى النيوتروفين. سهل جدا، يعني سهل ان انت تعمل لها انتربريتيشن بشكل كبير. نفس الحكايه هنا برده، ده قل ليمفوبيني، ده زاد نيوتروفيل. سهل جدا ان احنا نعمل لهم انديكيشن من غير ما تشوفوا، زي ما قلنا الخطوط اللي تبقى موجوده دي اللي هي بتفصل ما بين كل ست من الخلايا، فبالنسبه لك بتبقى عارف. واحنا عارفين بقى ان كل قمه هرم او كل قمه هيستوجرام عباره عن نوع من الخلايا، فسهل جدا اول انتربريتيشن بتاع الهيستوجرام، ما هو مش صعب ولا حاجه. نيجي هنا نلاقي في بعض الابنورماليتس، وهي ان احنا بنلاقي عدد النيوتروفيل زاد بشكل كبير جدا، وليه كمان يمه اليمين. احنا قلنا لما يجي يمه اليمين معناه السايز زاد، ففي الحاله دي هنا سيفير نيوتروفيليا تبقى زايده كبيره جدا، وفي لايبيليتي ان ممكن تكون الايماتيور سيلز كمان ظهر اللي هي البان سيل، عشان كده يبقى هنا سيفير نيوتروفيليا، وغالبا هي عملت ريجنريشن ليفت شيفت يعني، عشان كده لازم بنرجع ونعمل فيلم ونشوف فعلا البان سيل موجوده ولا لا. دي حاجات من الابنورماليتيز برضو، ان احنا بنلاقي الايزين هنا الليمفوسايت طبعا قليله جدا، ولكن تيجي تلاقي المنطقه اللي فيها الايزينوفيل عاليه جدا، واصلا المفروض الايزينوفيل زي ما انتم شايفين الكيرف الطبيعي واطي، ما يبقى عالي كده معنى كده ان في زياده كبيره جدا في الايزينوفيل، او ممكن تلاقي في ابنورمال سيلز بقى، سواء الماتيور جلانوسايت او ابنورمال سيل بوبوليشن هي اللي جايه في المنطقه دي، فلازم اعمل فيلم عشان اشوف ايه اللي مزود ده، مش معقول يكون كل ده ايزينوفيل، ولا ممكن تكون حساسيه او هايبر سنسيتيفيتي عاليه جدا. اللي هنا بقى مهم اللي هو ان انت تلاقي فيه هيستوجرام جاي مش في مكان، هو المفروض الهيستوجرام بيجي على الهيستوجرام، يعني يا اما بيعلى يا اما بيوطى، انما في نفس المنطقه، انما ما تلاقي هيستوجرام جاي على الخط اللي فاصل ده ان في حاجه ابنورمال. فعشان كده بقى بنحط كل الاحتمالات، اول احتمال هو بلس سيل، ده يعني اماتيور سيلز، عشان اللي هي بتبقى النيوكلاس بتاعتها كبيره فبدات تبقى شبيهه بالمونوسايت، فجت بقى في النص، لا هي هنا ولا هي هنا، فيبقى الكيرف لما يجي في النص بالشكل ده يبقى تاكد ان انت عندك ابنورمال سيلز، يا اما بلازما سيلز يا اما بلاست سيل يا اما في زياده كبيره قوي ما بين الزينوفيل والبيزوفيل وهكذا، عشان كده كاتبين تحت ايه؟ بلاد سميرز ريكومند، طالما في حاجه ابنورمال في شكل. انما انت لو خدت العدد لوحده وخلاص هو كاونت عمل كاونت ده ومشيت على العدد، مش هتعرف تعمل انتربريتيشن، فالهيستوجرام هو اللي بيبين لك المشاكل. هيستوجرام مهم جدا في الانتربريتيشن بتاعه، ودايما لو لقيت كل حاجه طبيعيه الكاونت طبيعي والهيستوجرام طبيعي يبقى مش محتاجين البلاد فيلم، انما لو لقيت فيه انيميا بقى وفي مشاكل يبقى لازم ترجع للبلاد فيلم، لان البلاد فيلم انت بتشوف بقى، بتشوف فعلا الايلال الجهاز طبيعي ولا لا. اخر حاجه بقى اللي هو الهيموجلوبين اللي بيقيسه الجهاز، اللي احنا قلنا الجهاز كتر خيره بيعمل لنا سي بي سي كامل، حتى ما بيسيبلكش ان انت تعمل الهيموجلوبين بره لوحده، وبيعمل الكلام ده في وقت قليل جدا، عشان كده الجهاز سي بي سي يعتبر منقذ بالنسبه لاي حد بيعمل الكومبليت بلاد كاونت. الهيموجلوبين طبعا زي ما احنا عارفين احنا كنا بنعمله في المعمل بطريقه كيميكال ميجرمنت، اللي هي الطريقه الحديثه مش القديمه، واحنا كنا بنعملها في الطريقه القديمه عن طريق الكلر اللي هو السهلس بنكسر ونشوف اللون. الطريقه الثانيه هي كانت الكيميكال اللي احنا بنحط دراكتون سوليوشن يتفاعل معاه ويديني كلر وبعد كده يسال السبيكتر. طيب هنا الجهاز احنا قلنا فيه اثنين محلولين بس، في جينوين وفي اللايس، مفيش كيميكال ثانيه، فهنا ما بنقيسهوش بالكيميكال، انا بقيسه عن طريق شده اللون. طيب نقيسه عن شده اللون ازاي؟ عن طريق ان احنا زي ما قلنا
الاناليزر نفسه بيبقى فيه من جوه وحده سبكتروفوتومتر بحيث ان هو بيقدر يقيس لي شده اللون زي السبكتروفوتومتر العادي. انت برضو بنعدي الضوء يعدي على السامبل وبعد كده بنعمل ريكوردنج للترانسميتد لايت. فعشان كده احنا يبقى هنا لما بنيجي نقيس الهيموجلوبين بجيب كميه محدده من الدم على كميه محدده من اللايزنج سوليوشن فبتعمل ريليز للهيموجلوبين بيطلع الهيموجلوبين. بعد كده ببتدي عند السبيسيفيك ويف لينث ده هو 540 بيبتدي يعدي في المحلول بتاعي اللي هو حصل فيه تكسير. انت طبيعي ما حطيته في الليتك كسر كل الار بي سي اللي هي في اللي انت حطيتهم في الشويه دول كسرهم كلهم طلع منهم الهيموجلوبين يبقى الكالر الموجود ده بتاع الهيموجلوبين. عشان كده يبقى ترانسميتد لايت معتمد بشكل كبير جدا على الكالر بتاع الهيموجلوبين. لو كالر غامق طبعا هيعمل ابسورب لكميه كبيره ويعدي كميه قليله. لو الكالر فاتح هيعمل ابسورب لكميه صغيره ويعدي كتير. فطبعا الجهاز بيبتدي يقيس ومن خلال الترانسميتد لايت نقدر نحسب الهيموجلوبين بشكل سهل جدا زي ما احنا شايفينه بشكل كبير قوي. الجهاز اللون الغامق هتلاقي ان السهم هنا كبير وعدى كميه صغيره انما هنا السهم كبير وعدى برضه سهم كبير. فطبعا الجهاز بيقدر يحسبها لان هي نفس فكره السبكتروفوتومتر هنا لما بنحط الكيميكال هي برضه بتغير الكلر وانت بتقيسه على الويف لينث. فعشان كده يبقى الجهاز اللي هو الاوتوماتيك سيل كاونتر بيقدر يقيس الهيموجلوبين عن طريق الكلر اوف هيموجلوبين وليس عن طريق الكيميكال رياكشن من خلال ان هو فيه ميني سبكتروفوتومتر عند ويف لينث معين يقدر يقيس الابزوربت لايت والترانسميتد لايت والفرق ما بينهم طبعا بيبقى كميه الهيموجلوبين وبيقدر يديها. في النهايه يبقى احنا بيطلع لنا الريبورت اللي احنا بنسميه السي بي سي ريبورت وبيبقى فيه الخلايا طبعا ابريفييتد او بتبقى باختصارها طبعا فاحنا المفروض عارفين الاختصارات كلها طبعا. هو احيانا الجهاز انا يمكن هنا مقسمها مع بعضها كل حاجه مع بعضها انما هو احيانا الجهاز بيحط مش كله مع بعض معنى ان هنا انا حاطط الار بي سيز كلها البارامتر بتاعتها ورا بعضها والليكوسايت ورا بعضها وبعد كده البليتلت ورا بعض. احيانا الجهاز ما بيعملش كده احيانا ممكن يحط لك الار بي سيز وراها الوايت بلاد سيلز وبعد كده يجيب حاجه للار بي سيز وبعد كده البليتلت. يعني كل جهاز بيرتبها على حسب ما هو عايز. ولكن هو اي سي بي سي ريبورت المفروض ان هو فيه كل البارامتر كامله لكل نوع من الخلايا اللي هي موجوده لان هو كاونتر في الاول والاخر. فالار بي سيز يبقى ار بي سيز كاونت هيموجلوبين بالجرام والهيماتوكريت بالبيرسن الام سي بي بالفنتوليتر ام سي اتش بالبيكوجرام ام سي اتش سي بالبيرسن الريد سيل ديستريبيوشن ويدث الكوفيشنت اوف فاريشن اللي هي السي في ديت اللي هي بالبيرسن طبعا. بعد كده بنخش على الليكوسايت التوتال طبعا بالساوزن النيوتروفيل او احيانا بنسميها الجرانيولوسايت ده او ده وبرده هنا ده اللي هو الابسوليوت كاونت. فعشان كده هو كله بالساوزن الزينوفيل طبعا بيبقى بناخد حرفين بس طبعا عشان نوفر يعني اللي هي الاي او هي ما اوريدي بتبقى موجود في الكتاب في الجهاز كده مش ايزو بقى زي ما احنا بنكتب لا هي اي او معناها زينوفيل ام او مونوسايت ال واي ليمفوسايت دي اي بيزوفيل. ودايما الجهاز كمان بيحسب ريلاتيف كاونت اللي هي البيرسنت بتاعت كل خليه لان البيرسنت مهمه جدا يعني احنا لما بنيجي نحسب الكاونت اللي هو بالالاف لازم بنحسب برسنت البيرسنت بتاعت لان احنا عارفين ان اكبر بيرسنت للليمفوسايت والنيوتروفيل بيختلفوا من الحيوانات. في حيوانات تلاقي النيوتروفيل اعلى والليمفوسايت اقل الرومنانت هتلاقي الليمفوسايت اعلى والنيوتروفيل اقل. فالنسب دي مهمه جدا ان احنا نقيمها بالاضافه للعدد عشان كده بتلاقي وفي الهيومن كمان طبعا برضو بتطلع البيرسنت لان مهم جدا ان احنا نقيم عدد ونقيم بيرسنت. فبتطلع البيرسنت برضو نفس انواع الخلايا اللي هنا هي نفس انواع الخلايا اللي هنا النيوتروفيل جرانيولوسايت زينوفيل مونوسايت ليمفوسايت والبيزوفيل بيرسنت. باخر حاجه وهي الجزء الخاص بالبليتلت بليتلت كاونت مين بليتلت فوليوم ديستريبيوشن ويدث اللي هي البليتلت ديستريبيوشن ويدث والبليتلت كريت اللي هي البي سي تي برضو كل ده بالبيرسنت. وفي النهايه الجهاز طبعا زي ما قلنا بيطلع لك الحاجتين بيطلع لك بقى كل البارامتر اللي هي موجوده كده والقيم بتاعتها وكمان بيكتب لك جنبها سواء هي هاي او لو. بعض الاجهزه هتكتب لك النورمال فاليو جنبها وانت تقيم انما هم غالبا معظم الكاونتر بيكتب لك هاي او لو او ما كتبش حاجه. لو ما كتبش حاجه يبقى طبيعي
انما لو كتب زي ال كده لو دي معناها لو ان هو ال، لو اتش اللي هي هاي بيكتب جنبها هاي. فعشان كده انت بتبص في الريبورت على حرف ال وحرف الاتش، حرف ال معناها ان حصل ديكريز، حرف الاتش معناها ان حصل له انكريز. بعد كده بتبتدي تبص على الهيستوجرام اللي هو موجود على الجنب، وزي ما قلنا بعض الاجهزه بتلونها بالشكل ده بحيث ان هو الوايت بلاد سيلز يبقى ابيض، الار بي سيز بتبقى احمر، والبليتلت بتبقى اخضر بالشكل ده، وزي ما احنا شايفين يبقى فيه السايز تحت والكاونت او الريلاتيف كاونت على الشكل.